لما كنت صغير ما كنت تقبل تحلق مثل ابن عمك سعيد، وحافظت على صحتك مش مثل ابن خالك وليد، ولما عرفوك على بنت الحلال ما صار في نصيب. طب ليش بترد عليهم لما يجي الموضوع لتخطيط أسرتك؟ خلي الفرق في العمر بين كل طفل والتاني 3 سنوات. حياتي أحلى، تخطيط، قرار، التزام.